ويمثل مشروع العقوبات البديله والسجون واجهه مضيئه لمسيره حقوق الانسان في مملكه البحرين ويشكلان نقله نوعيه في تطوير منظومه العداله الجنائيه ومواصله الجهود الوطنيه لتعزيز حقوق الانسان يمضي المشروع الوطني للعقوبات البديله وبرنامج السجون المفتوحه بخطوات واثقه نحو تعزيز حقوق الانسان في مملكه البحرين وتطوير منظومه العداله الجنائيه خاصة وأن هذا الإنجاز الحضاري يأتي في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة وتنفيذ من الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما يهدف برنامج السجون المفتوحه على تعزيز الامن المجتمعي وتطوير منظومه حقوق الانسان وتعزيز الوعي لدى المستفيدين واعاده ادماجهم في المجتمع بالاضافه الى الخدمات والبرامج التاهيليه والتدريبيه المقدمه للمستفيدين من برنامج السجون المفتوحه وزاره الداخليه تعمل دوما على خلق المبادرات والبرامج وتطوير قوانينها واتخاذ الخطوات العمليه التي تساهم في الحفاظ على مكانه مملكه البحرين المتميزه في كافه المحافل الدوليه